السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. لازم اول محمد حلمي عبد الغني اللي هو 116 23. تمام يا فندم. القائد الكمين. تمام يا فندم. سلام طيبين. تمام يا فندم. تمام يا فندم. وكيل مقاتل بس المجد عبد العزيز من قوة اللي هو 116 فرقة 23 الجيش الثالث الميداني. تمام يا فندم. تسليح الشخص بندقية علي. تمام يا فندم. عاد فرق في المعهد التدريب الصف قد ايه؟ بتصف قد ايه؟ سنة وثمان شهور يا فندم. سنة وثمان شهور. تنزل اجازة كل قد ايه؟ كل 16 يوم يا فندم. تنزل قد ايه؟ بنزل 8 ايام سيادة. 16 و8؟ تمام سيادة. أنا كنت في النقطة زي دي من وأنا صغير كده في سنك كده، كنت بعد 40 يوم، بنزل 5 أيام. أقعد كام يوم؟ 40 يوم سيادة. وأنزل كام يوم؟ 5 أيام. آه. كان في عربيات بتتحرك ولا كان في طرق ولا كان في اي حاجه؟ متجوز؟ لا يا فندم لسه على وش خطوبه. على وش خطوبه؟ هتخطب يعني؟ هخطب سيادتك ان شاء الله. عندك شقه ولا لا؟ تمام سيادتك يا فندم. عندك شقه فين؟ في البساتين سيادتك. ده في الجيش ولا؟ تمام سيادتك. بتدفع كام استاذ شهري؟ بدفع 800 جنيه سيادتك. كتير ولا كويس؟ حلو يا فندم. لا صحيح. حلو والله. صوت طيب. حضرتك طيب يا فندم. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك ايه؟ تمام يا فندم. جندي مقاتل شاو جمعه الشاحنه القوات اللي هو 116 فرقه 23 سلاح الشخصي كازبر بيجي عيار 40 مللي. تمام يا فندم. طيب انت منين؟ شبر الخيمه يا فندم. شبر الخيمه. بقالك قد ايه في الجيش؟ سنتين يا فندم. فاضل لك قد ايه؟ خلاص؟ 10 شهور يا فندم. ثلاث سنين؟ ثلاث سنين يا فندم. ثلاث سنين؟ شغال ايه؟ شغال مع والدي في السنه الاخيره. ها؟ بس عادي مستر. طب بتقرا وتكتب ولا مفيش خالص؟ بقرا واكتب يعني على قد مش اللي هو اول. ان هو بمسك تليفون بعرف اتعامل على التليفون. عايز تقرا ونكتب؟ ان شاء الله يا فندم الحمد لله. طيب مين هنا من زمالك بيحاول يساعدك؟ كتير يا فندم زمالك كتير زحمة. وبعدين؟ اهو الحمد لله اتحسنت احسن من الاول بكتير. بتعمل كام في اليوم مع والدك؟ والدي بيديني 120 مثلا 150 في اليوم. ما تتكسفش من بس لازم نقرا ونكتب كويس. ايه ده يا فندم؟ وال10 اشهر دول؟ باسل فندم الراجل ده مسؤوليتك انت. اكيد طبعا يا فندم. فين محمد؟ فندم محمد الراجل ده لازم ياخد شهاده قبل ما يطلع في ال10 اشهر. اكيد يا فندم. شكلك نبيه يا ولد، شكلك نبيه. وانت قاعد هنا بتقعد كام يوم؟ تقعد وقت الوقت ده ما تضيعش ساعة منك انك تتعلم فيها وتاخد شهادة. لازم اشوفك. انت رمز سيادتك يا فندم. لا انت رمز سيادتي ايه؟ انا حصل عليه. هجيبه يا محمد. انا بتكلم بجد. هجيبك معاه ومش هيخرج. مش كده؟ مش عايز حاجة؟ ربنا يخليك يا فندم. اسمك ايه؟ تمام يا فندم. جندي مقاتل ابو سعود النمر احمد فراج على قوة اللي هو 116 فرقة 23 مشاة ميكانيكي تسليح تغذية بنقية عليه. تمام يا فندم. منين يا نمر؟ من سواج يا فندم. ناس بتوع سواج ناس طيبين قوي الصعيد. تسلم يا فندم. بالك قد ايه؟ اديني سنة وشهرين يا فندم. فاضلك قد ايه؟ 10 شهور يا فندم. سنتين يعني؟ سنتين يا فندم. معاك ايه دبلوم؟ ثانوية يا فندم. طيب مش عايز حاجة؟ سلامتك يا فندم. تمام يا فندم. جندي مقاتل بطل اسلام سريع يا فندم باللي هو 116 فرقة 23 سلاح الشخص بالدهية عليا. منين يا اسلام؟ مش شرقية يا فندم. شغال ايه؟ شغال في فرن يا فندم. بتعمل كام في اليوم؟ 150 جنيه في اليوم يا فندم. متجوز؟ متجوز يا فندم. معاك تعليم ايه؟ دبلوم تجارة يا فندم. دبلوم تجارة. عايش مع والدك؟ اه يا فندم. والدك بيشتغل ايه؟ شغال يا فندم فلاح يا فندم. عندك ارض؟ اه يا فندم. كام فدان؟ فدانين يا فندم. تشتغلش معاه؟ بشتغل معاه فندم برضه فندم. كده وكده يعني؟ اه. عندك كام اخوات؟ اخين يا فندم. بس؟ انا واخويا بس يا فندم. انتوا اتنين بس؟ اه يا فندم. ما شاء الله. واخوك اكبر منك ولا اصغر؟ لا انا اللي اكبر يا فندم. اكبر منه بقد ايه؟ اكبر منه بثلاث سنين يا فندم. هو في تعليم ولا؟ تمام يا فندم لسه في تعليم. كويس. مش عايز حاجه؟ شكرا يا فندم. صحيح. شكرا يا فندم. السلام عليكم. تمام يا فندم. جندي مقاتل كرونوس منصور جالس على قوة اللي هو 116 مشاة ميكانيكي فرقة 23 مشاة ميكانيكي الجيش الثالث الميداني تسليح شخصي بندقية ليه؟ في حد بيدخن يا ولاد؟ حد بيدخن؟ طب
ابو سعود. تمام يا فندم. بتدخن؟ لا يا فندم. صحيح. والله ما بدخن يا فندم. عايز اصدقك. ابو سعود. تمام يا فندم. بتدخن؟ لا والله يا فندم. تعالوا كرولز جنبي هنا، تعالوا جنبي حوالين مني يا ولاد. تعال. 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 تعال قرب المجموعة دي. تعال. أول ما اتخرجت من الكلية جيت هنا. عشت فيها دي أحلى أيام. عايز أقول لكم كلكم، أوعوا تفتكروا إن الأزمة دي هتفضل كده. شوفوا افتكروا كويس قوي من 10 سنين، مش كده؟ 10 سنين كان كله بيقول لك امتى الارهاب يخلص؟ امتى ايه؟ الارهاب يخلص. الارهاب خلص ولا بخلص؟ خلص يا بمين؟ فينا يا فندم. بيكوا انتوا. وبرده الازمه اللي احنا فيها دي هتخلص بمين؟ فينا يا فندم. بيكوا. وزي ما انا قلت كده بفضل الله سبحانه وتعالى ان هيجي يوم وهيبقى الموضوع ده تاريخ، أنا بقول لكم الأزمة دي قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى هتبقى تاريخ برضه. حتى الدولار الناس كلها بيقول لك ده بفضل الله سبحانه وتعالى وجهودكم هيبقى إيه؟ هيبقى إيه؟ هيبقى إيه؟ تاريخ. تاريخ هيبقى إيه؟ تاريخ. بس لازم نعرق ونشهد قبل ما نخلص المسائل دي. لما خلصنا الإرهاب وخلصنا حاجات تانية كتير ده يخلص بفضل الله سبحانه وتعالى. الهدف كله اللي انا عايز اقوله لكم انتوا مع بعضكم هنا ومعاكم ضابط محمد ومعاكم باسل يبقى في موضوعات تتكلموا فيها مع بعض، موضوعات مهمه تعرفوا لو في ازمه الازمه دي ليه والازمه دي ممكن تتحل ازاي، لو في حد من زمايلنا عنده مشكله نساعده ازاي، زي طبعا اوعى تزعل يا شوقي. تمام يا فندم. زي مثلا اخونا شوقي كده نبقى احنا قاعدين هنا ومعانا اخونا ونسيبه؟ ها؟ لا يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. لا يا فندم. مش عايزين حاجه؟ شكرا يا فندم. اخبار رمضان بتاكلوا كويس؟ تمام يا فندم. صحيح. تمام يا فندم. انا سعيد ان انا شفتكم. احنا اسعد الله يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. لا يا فندم. خلي بالكم من نفسكم. تمام يا فندم. لازم برضه نبقى منتبهين. اوعوا تضيعوا وقت غير كده. تبني جسمك، تبني عقلك، تفهم، تتدرب كويس طول ما انت قاعد كده عشان تخرج من هنا. يبقى انا لما اقعد لي سنتين استفدت ولا ما استفدتش؟ استفدت. طيب هقول لكم على حاجه، عايز ساعتين خدمه، الخدمه دول تدريب، لما يجي حد هنصحي له قوي، لكن اقف كده بس ده مش كويس. والكلام ده انا كنت قلته وانا وزير عشان ابني رجال مقاتلين أشداء من ضمن البناء، بناء الجسم، بناء عقله، بناء إيه؟ عقله. نتكلم كلام مفيد مع بعضنا، ما نخافش من حد أبدا، ما نخافش يا أولاد من حد يا فندم. طبعا هنقاتل إزاي زي ما قاتلته قبل كده. كل سنة طيبين. طيب يا فندم. متشكرين.